تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معاي اليوم في الإعداد أستاذ يوسف سعد، والتنسيق والمتابعة أحمد سلامة، ودائما مخرجنا المتألق أيمن سرحيل، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا من خلال هذا البرنامج أيضا نستقبل اتصالاتكم وآراءكم وملاحظاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ هذا الخبر مستمعينا الأعزاء من الأمم المتحدة. اليوغا صحة ولياقة وعلاج للضغوط. احتفلت الأمم المتحدة أمس باليوم الدولي السادس لليوغا الذي يوافق يوم 21 يونيو من كل عام، معترفة بالممارسة القديمة كنهج شامل للصحة والرفاهية وأداء أيضا قوية للتعامل مع الضغوط الكبيرة الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وأكدت أيضا منظمة الصحة العالمية على فوائد اليوغا منذ الأيام الأولى لأزمة كوفيد-19، وأوصت بهذه الممارسة كوسيلة لرعاية الصحة البدنية والعقلية أيضا في المنزل. وكان أيضا المدير العام للمنظمة الصحة أو الدكتور للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم قد نصح خلال إحاطته الصحفية الدورية من جنيف مع بداية أزمة كورونا بممارسة اليوغا للعيش الجيد أثناء الحجر الصحي. وتظهر أيضا اليوغا أيضا بشكل بارز في خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن النشاط البدني، والتي تربط بين استثمار في إجراءات السياسة لزيادة النشاط البدني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وحول موضوع الجودة في الرعاية الصحية الأولية معنا الدكتورة ضحى العوضي مسؤولة الجودة بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. صباح النور والسرور، شخبارك أخونا عبد الله وشخبار كل القائمين على أمل عندكم؟ الله يحييك دكتورة ضحى. طبعا دكتورة يعني تشكل الجودة أحد أهم العوامل التي تعتمد عليها هيئة الصحة بدبي في تقديم خدماتها وتحسين رحلة المتعاملين في منشآتها الطبية، وبالتحديد في مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في ربوع إمارة دبي، والتي أيضا تؤدي دورا كبيرا في حماية المجتمع من الأمراض فضلا عما تقدمه من خدمات علاجية ومتميزة. دكتورة ضحى، نحن طبعا دائما نشكركم على جهودكم الكبيرة الحقيقة الجبارة في موضوع تقديم خدمات مبتكرة وخدمات متميزة في المراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في إمارة دبي. دكتورة تعطينا نبذة عن قيمة الجودة وأهميتها بشكل خاص في القطاع الطبي. أشكركم الصراحة أن خصصتوا لنا وقت نتكلم عن الجودة. طبعا الجودة أحد المقومات الأساسية في أي إدارة صحية موجودة. الجودة هي تعنى من خلينا نقول من الألف للياء في كافة تفاصيل وعمليات أي نشاط صحي نقوم فيه، وكذلك صحيح. رحلة المتعامل عشان تكون متكاملة. نعم. فمثلا عند التخطيط لأي شيء
لأي خلينا نقول نشاط صحي من قبل خدمات صحية، أو مثلا فتح عيادات، أو مثلا إجراء برامج مختلفة سواء كانت صحية أو حتى القيام بأمور مبتكرة. دائما الجودة لها ضلع في هاي الأمور كلها، لنا تتداخل أساس الصورة تكون متكاملة. الجودة تعنى بالتخطيط، الجودة تعنى بالعمل على سير الإجراءات بطريقة صحيحة، صحيح. التدقيق عليها، متابعتها، الحصول على مؤشرات أداء متوازنة، وطبعا إعطائها للمسؤولين أساس يأخذون قرارات صحيحة بناءة في وقت آني، ويتخذون الإجراءات الصحيحة بناء على جميع عمليات التدقيق، مؤشرات الأداء، الإحصائيات اللي موجودة، عمليات المختلفة اللي موجودة اللي نقوم فيها كبروسيسيز. إذا في أي إجراء خاطئ كيف ممكن نحن نعدله، سواء كانت هاي الإجراءات نحن تنبهنا لها من ناحية مشاكل، من ناحية حوادث كإنسيدنت، يعني كيف الإجراءات الصحية ككل ممكن نعدلها، وحتى الإجراءات الإدارية عشان رحلة المتعامل لما يجينا تكون متكاملة وتكون سلسة بالنسبة له. فالحلو في الجودة أنه يختص بكامل هاي الأمور من بداية التخطيط والتخطيط الاستراتيجي إلى ما يلي هاي الأمور والمتابعات الدورية لها. صحيح دكتورة، ذكرت الوجود. نعم تفضلي. فهذا مثلا فضل وجود الجودة في كافة الأمور. نحن اليوم لما نتكلم عن الرعاية الصحية الأولية، الحمد لله لنا الفخر أن نقول نحن من ضمن أسرة هيئة الصحة بدبي، من ضمن أسرة إمارة دبي، نحن نتبع قول الشيخ محمد بن راشد لما يقول نحن نحب نكون في المركز الأول. فوجودنا في هالمكان نحن حرصنا الصراحة أن نكون الأول من ناحية الجودة ومن ناحية أمور كثيرة. فالحمد لله من الأشياء الشاهدة لنا كنا أول جهة صحية على مستوى العالم تعتبر أكبر شبكة رعاية صحية أولى ماخذة JCI. نحن الأولى على مستوى العالم أن نحصل المستوى الألماسي من الاعتماد الكندي لمراكز الرعاية الصحية الأولية. نحن الأولى على مستوى العالم في أن يكون عندنا اعتمادين دوليين أمريكي وكندي. نحن الأول على مستوى العالم أن يكون عندنا اعتماد كندي في الرعاية الصحية الأولية. عندنا 9 شهادات ISO خدناها مرة واحدة، في نعتبر الأول على مستوى العالم في الرعاية الصحية الأولية نحصل 9 شهادات ISO. كنا أكبر شبكة رعاية صحية أولية على مستوى العالم تحصل على مواصفة طبعا التكنولوجيا الذكية اللي هي OMRA. كنا الحمد لله يعني هاي طبعا الاعتمادات والشهادات الدولية عطتنا الفخر طبعا والثقة في أن نواصل المسيرة ونبرز طبعا كل الدور الهادف اللي موجود عندنا. فهذا بعد أهلنا نحصل جوائز عالمية على مستويات عالية في كافة القطاعات اللي موجودة والخدمات والبرامج اللي نقدمها، من جوائز CV أو جوائز اللي موجودة معروفة بالبست براكتسز. عندنا ما شاء الله منشورات وايد في هالأمور، عندنا أبحاث صدرناها من ناحية الجودة في الرعاية الصحية بما يختص برحلة المتعامل، بالإجراءات الصحية اللي نحن نسويها. فالحمد لله عندنا الشاهد على هالشيء أمور كثيرة. صحيح. والحلو أن عدد الشكاوي عندنا قليل، وعندنا أيضا أو حد أحيانا ممكن تكون معدومة، وعندنا الحمد لله الشكر جزيل الحمد لله في كل الأمور اللي نسويها. والحلو أن نحن نواكب كل شيء جديد موجود من ناحية الابتكار، وخاصة في الفترة السابقة من ناحية الكوفيد كان في سلاسة في الإجراءات، في إجراءات العمل اللي كانت موجودة، أن قدرنا الحمد لله بالتخطيط الصحيح والتنفيذ الصحيح والمتابعة الصحيحة حتى نتغلب على كافة الصعوبات اللي كانت مواجهة العالم ككل في فترة الكوفيد، نتغلب عليها بطرق سليمة علمية. كانت الطرق طبعا كلها تستوفي الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي خدناها، والحمد لله اتغلبنا وتعاملنا مع الموضوع بطريقة مبتكرة جميلة بفضل كل جهود وتضافرها على مستوى الإمارة الحمد لله والدولة.
نعم دكتورة ضحى، طبعا يعني المراكز الرعاية الصحية الأولية مثل ما ذكرنا في البداية عديدة في هيئة الصحة في دبي، ومنتشرة يعني في كل الإمارة، وتقدم خدمات الحقيقة يعني مختلفة ومتنوعة. لو تحدثينا دكتورة عن طبيعة الخدمات اللي تقدمها، يعني في البداية احنا كنا نعرف ان خدمات طب الأسرة او الطبيب العام، اليوم اصبحت المراكز مثل ما تفضلتي دكتورة ضحى يعني مراكز، حتى لو هي مراكز الرعاية الصحية الأولية، ولكن بكثر الخدمات المميزة، الخدمات يعني المبدعة اللي تقدمها، وأيضا الجوائز العالمية اللي حققتها واللي حصلت عليها هاي الخدمات أو المراكز الرعاية الصحية الأولية، أيضا نوعية العلاج ويعني اختلاف التنوع في الخدمات اللي تقدمونها في المراكز أصبحت يعني مختلفة. لو تحدثينا دكتورة عن طبيعة هاي الخدمات اللي توفرها هاي المراكز في يعني المراكز الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي. نعم طبعا مثل ما تفضلت يا أخوي، نحن عندنا ما شاء الله مجموعة واسعة من الخدمات اللي نقدمها. نعم. هذا يكون وفق تخطيط مسبق، يعني نحن نشوف شو الاحتياجات، احتياجات المتعامل في مناطق معينة، أساس نقدر نوصل لاحتياجاته ونعطيه الخدمات اللي تستوفيها، وفي نفس الوقت نكون قادرين أن نستغل طبعا مواردنا بطريقة ذكية وصحيحة. مثل ما تفضلت أخوي، نحن عندنا 13 عيادة منتشرة على مستوى الإمارة، من بينها عيادات المطار اللي هم 5 عيادات موجودة في عيادة المطار، غير ما شاء الله أثناء الشهر عيادة صحية متوزعة على في أرجاء إمارة دبي، من بداية الدرشة اللي تغطي لنا حدود أبوظبي لين أم ثقيل، إلى نهاية الخوانيج اللي تغطي لنا بعد حدود الشارجة، وعندنا بعد على الصوب الثاني الليسيلي اللي تغطي لنا لين حدود العين. فخلينا نقول نحن ما شاء الله منتشرين على كافة أرجاء الإمارة، خدماتنا متنوعة. صح الأساس أنها هي خدمات طب الأسرة، بس بعد بالإضافة إلى خدمات أخرى تعنى بالناحية الوقاية، العلاج، التأهيل والتعزيز. عندنا خدمات مثلا اللي تختص بالأمومة والطفولة، عندنا خدمات تختص بكبار المواطنين، عندنا خدمات تختص بأصحاب الهمم، عندنا خدمات تختص بالأمراض المزمنة، عندنا خدمات تخصصية مثل العيون، عندنا مثل العظام، عندنا حتى الأمراض التناسلية، عندنا بعد طبيب الأذن والأنف والحنجرة. رأينا مثلا في تكوين مراكزنا الصحية أن ندرس احتياجات المجتمع في تلك المناطق وتوفيرها بناء على احتياجاتهم، وحتى في المطار وفرنا طبعا أن الخدمات بطريقة مختلفة، لأن هناك عندنا موظفين المطار زائد الزوار زائد يعني طبيعة عمل مختلفة، أساس أن نكمل الناحية الوقائية للدولة، كوننا نحن خلينا نقول فرونت لاين، كوننا نحن فيرست جيت، البوابة الأولى للعلاج الصحي على مستوى الإمارة. بالإضافة بعد أنه ما شاء الله حتى عيادات المسافرين، نعم. يعني حتى ما قبل ذهابهم لأي دولة أو رجوعهم، نحن كيف ممكن نتخطى أي خطأ ممكن يستوي أو أي شيء، أي وباء، أي نهتم أن نعزز صحتهم في وجودهم في أي دولة من دول العالم خارج دولتنا الحبيبة. نعم دكتورة ضحى، نحن بس المخرج يطلب منا أن ناخذ فاصل وبنرد إن شاء الله بنكمل معاك هذا الحوار الشيق عن الخدمات التي تقدمها المراكز الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، بناخذ وياكم فاصل قصير وبنرجع إن شاء الله مع الدكتورة ضحى العوضي مسؤولة الجودة في هيئة الصحة بدبي. ففاصل معنا، فاصل راجعين إن شاء الله. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل مستمعين الأعزاء على 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، معنا الدكتورة ضحى العوضي مسؤولة الجودة بهيئة الصحة بدبي، رجعنا لك مرة ثانية دكتورة، يا مرحبا بك وسهلا.
الله يسلمك يا ربي. الله يحييك دكتورة. نحن الحقيقة يعني سعيدين جدا ونسمع للمزيد من الخدمات الطبية اللي تقدمها المراكز الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. نعم. زين كنا بعد نتكلم عن الخدمات الصحية، في حلو فيها إن عندنا تنوع مختلف طبعا في الخدمات الصحية، وهذا وفق طبعا الاحتياجات المتعاملين، التنوع الثقافي اللي موجود عندنا، طبعا الإحصائيات، الحالات المرضية. نحن طبعا ندرس احتياج كل مركز وبناء عليه نحط الخدمات اللي متوفرة، أساس إن نعزز من الناحية الصحية لأي فرد موجود عندنا في المجتمع. الاختلاف هذا طبعا جميل، لأن نحن ارتقينا من كون رعاية صحية أولية بحسب التعريف العالمي المتعارف عليه، ارتقينا إلى مستوى أعلى. يعني ما شاء الله، يعني كنا مو بس نقدم خدمات طب أسرة، صرنا نقدم خدمات تقرب إلى أنها تكون من الدرجة الثانوية اللي هي تقدم في المستشفيات. صحيح. بس هي تقدم في الحمد لله في المراكز الصحية الأولية كوحدات خارجية. فما شاء الله ارتفعنا عن مقامنا كرعاية صحية أولية، هذا كله عشان طبعا نستوفي كل احتياجات المتعامل، فيقدر يحصل احتياجه في مكان واحد، ما يصير من مكان لثاني، فتكون رحلته سهلة سلسة، مثل ما يسمونه one stop shop، عشان يقدر يخلص كافة معاملاته. أيضا دكتورة ضحى، اللي يميز يعني المراكز الرعاية الصحية الأولية يعني ليس فقط يعني الخدمات، أيضا أسلوب العيادة، شكل العيادة، توزيع العيادات مثلا الطبيب العام، طبيب الأسرة عندكم بشكل دوري، هناك بعض الأطباء يعني المتخصصين على سبيل المثال أنف وأذن حنجرة، حوامل، أطفال، أسنان، فهذا أيضا يعطي مثل ما ذكرتي يعني شمولية متكاملة كخدمات طبية، وأيضا الشخص ممكن أنه يعني يتلقى أكثر من خدمة في وقت واحد. صحيح الصراحة، يعني الحلو حتى في مراكزنا أنه هي تم بنائها أساس، يعني فيها حداثة في البناء، كانت مبنية طبعا وفق الإجراءات الاحترازية، وفي نفس الوقت بعد مبنية أنها تعطي مثل نوع من الألفة في أثناء تواجد المريض في المكان، يعني الألوان المستخدمة، اللوحات اللي موضوعة وجودة في المكان، راعين من المتعامل هو جاي مريض تعبان متألم، ممكن نخفف عليه بوجود أشياء مختلفة حوالينا تخفف الألم اللي هو موجود يعني أو موجود فيه داخليا أثناء وجوده عندنا، أساس وقبل طبعا التعامل مع الموظفين من دخوله للمركز الصحي نفسه. صحيح. وأيضا يعطي طابع يعني كأنه يعني إيجابي وعائلي، يختلف الحقيقة في تصميمه عن المستشفيات، يعني عاطي طابع جميل يعني الأسرة، للعائلة، أيا كان، يعني مثلا إذا الأم ماخذة مثلا طفلها تحسين أنها رايحة في مكان يعني مريح، ومثل ما ذكرتي دكتورة ألوان وأقسام، الحقيقة جميلة جدا. وبعدين ما شاء الله الحمد لله احنا رأينا بعد انه يكون عندنا احترافية الموظفين من الصف الامامي، سواء كان موظف الاستقبال او موظف الاداري عند التسجيل او الممرضة او الطبيب او حتى في المختبر او الصيدلية، رأينا ان كل الناس لهم تعامل مباشر مع المتعامل يكونون على مستوى واعي من الاحترافية، وكلهم مدربين على كيفية التعامل مع اختلافات التنوع الثقافي اللي موجود في المجتمع، سواء من لغات، سواء حتى من أسلوب تعامل، أحياناً مرات يجينا متعامل مضايج، حزين، واحد يكون مثلاً معصب، ففي الحمد لله دورات بعد حتى الموظفين أساس يعرفون يتعاملون مع النفسيات المختلفة اللي مرات يمر فيها أي شخص فينا في مراحل حياته، فطبعاً يوفرون نوع من الألفة في وجوده في المكان نفسه. في نفس الوقت بعد يعرفون يتعاملون وياهم بحسب التنوع الثقافي، يعني مرات نحن يونا متعاملين من جنسيات مختلفة، أحيانا التواصل معهم يكون صعب، فنحن رأينا أنه دائما يكون في تنوع ثقافي، في حد ممكن بين موظفينا يتواصل مع هاي الفئات المختلفة، أساس نقدر نعرف حتى هو ليش جاي، فنقدر نخدمه بالطريقة الصحيحة اللي هو حاب إنه يحصلها من المركز الصحي، وهذا طبعاً الحمد لله شيء إيجابي جداً، لأن كل حد يطلع من عنده يكون مستانس، وهذا الشيء اللي نحن نسعى له، إن نحن نوصل للشيء اللي يبغاه عشان نقدر نخدمه بطريقة أفضل. ف
فبوجود هاي الأمور متكاملة الحمد لله، من خلال دورات، من خلال مثلا أسلوب تعامل، احترافية موظفين، الوقوف على الإجراءات المختلفة، نسويها بطريقة سهلة. أحيانا حتى نحن كمثلا موظفين جودة نروح نقعد مع المتآمرين، أروح نجلس مع الموظفين، نشوف شو هي الأمور الحياتية اليومية اللي يمرون فيها، عشان إذا في أي مجال نختصر، نسهل، نعمل على يعني مثلا تبسيط بعض الإجراءات نشتغل عليها بطريقة سريعة. والحمد لله في عندنا دائما سبورت من القيادة العليا، فهالشيء يعني يعطينا الدافع أن نسعى أكثر أساس نوفر بيئة حلوة للمتعامل لما يدخل عندنا يكون مرتاح من إطلالة العيادة للتعامل لتواجده ما بيننا يعني. صحيح. أيضا دكتورة، يعني إضافة إلى الحديث وكلامك بأن يعني أيضا هيئة الصحة بدبي دائما تسعى وتحرص على تحسين رحلة المتعامل، وأنت تفضلتي دكتورة بأن هناك الكثير من الإجراءات أنتوا بشكل مستمر وبشكل دوري تقيسون هالأشياء وتقيمون هاي الأمور على أساس أن تكون رحلة المتعامل. لأن اليوم نحن في البداية حديثة أنت ذكرتي بأن اليوم نحن في توجه من الحكومة بأن نكون الأول في جميع الخدمات، اليوم مطلوب أنه لابد أن المتعامل يكون يعني يخرج من هاي المؤسسات، وبالأخص مؤسسات يعني اللي تقدم خدمات صحية، بأنه سعيد. فلو نتحدث دكتورة معاك عن تطبيق المعايير الجودة في هاي المراكز الصحية، وكيف لو نتعرف على التطبيقات هاي اللي تم متابعتها من قبل شنتي يعني دكتورة ومتخصصة في الجودة، بحيث أنه يعني تسهل رحلة المتعامل وأيضا تجعل هذا المتعامل سعيد جدا في الخدمات اللي يتلقاها من مراكز الرعاية الصحية الأولية. أشكرك والله على هالسؤال، لأن صراحة سؤال جوهري. سؤال الصميم. صميم. صميم مثل ما تفضل. الله يحييك دكتورة. الله يسلمك. نحن عندنا صراحة معايير مختلفة، طبعا المعايير هاي تنوجد دائما بناء على أفضل الممارسات العالمية حول العالم. نعم. طبعا المعايير هاي نحن ندرسها نشوف كيف مدى تطبيقها على مختلف الإجراءات اللي نسويها والخدمات اللي نقدمها على مستوى الرعاية الصحية الأولية كوننا في إمارة دبي. طبعا نحن مستوانا مختلف خلينا نقول عن أي دولة أخرى أو أي مجال صحي آخر. صحيح. فنحن مثلا ندرس كيف تطبيق المعايير هاي. المعايير هاي طبعا مرتبطة بكل كافة رحلة المتعامل وتطبيقنا لرحلة المشروع خلينا نقول. حتى لما ناخذ اي شيء نحن نعتبر احيانا مشروع له دوره حياه، لازم نحن نوقف على جميع المراحل الموجوده فيه. فنحن لما مثلا نوقف على مراحل المشاريع المختلفه نوقف من ناحيه القياده، نوقف من ناحيه الخدمات الصحيه، الاجراءات الاحترازيه، المبنى، سلامه المبنى، نوقف بعد على طبعا التواصل مع المجتمع، الكوارث والأزمات، بعد نوقف بعد على أمور تختص بحقوق المرضى وواجباتهم وحقوق وواجبات الموظفين العاملين في القطاع الصحي، طبعا الإجراءات الصحية، التعامل فيما يختص بالخدمات الصحية متابعتها، هل إجراءاتنا الصحية ومتابعتنا للأمراض الصحية كانت سليمة ولا خاطئة مش وفقا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها والسريرية العالمية ولا لا. طبعا تختص بعد بموضوع اللي هو الله يسلمك البيشنت سيفتي اللي هو سلامة المرضى. بعد تتوافق كل هاي الأمور على أساس إن بعد تروح لمدى حتى شركات الخصخصة، مدى متابعتنا لشركات الخصخصة، لأن اليوم شركات الخصخصة يوفرون لنا نظافة، فهل هم يتبعون المعايير في تقديم في تقديمهم لخدمات النظافة؟ في مثلا شركات خصخصة أخرى تهتم وتعنى مثلا بتقديم الأفضل لما يقدمون مثلا خدمات الحراسة والأمن، مثل حتى توصيل الأمور، حتى الدرايفرز اللي نستخدمهم، هاي الناس كلهم نتابعهم. طبعا في تعاون جميل ما بين هيئة الصحة مع كافة الأفراد، مثل خلينا نقول الهندسة، الاي تي، مثلا مشروع السلامة، نشوف كل هالأمور وندقق عليها أساس توصل كلها، يعني يمكن هي باك أوفيس وورك صحيح، بس هي مختصة بطريقة جميلة جدا
مع الفرونت لاين ومع اللي يحس فيه المتآمر كخدمات تقدم له. يعني فيه خلينا نقول عمليات مكاتب خلفية كثيرة عشان توصل في خلال 5 دقائق ولا 10 دقائق للمتآمر، بس نحن نسويها بطريقة خلفية سلسة ونتعاون مع الجميع وفق أفضل المعايير عشان نضمن المعامل اللي موجود في القطاع الصحي يقدم أفضل ما عنده، ما يعني وفق إجراءات صحيحة تعنى بالأفضل لمجتمع دبي، لأن نحن ما نرضى إلا بالأفضل لمجتمع دبي ومجتمع الإمارات، ما نفضل أن نقدم شيء ممكن نحن نقدم فيه الأفضل. صحيح. فنشوفنا دائما بعد أن نرجع نسوي تدقيق على كافة هالمعايير كافة هالإجراءات، متواجدين خلينا نقول 24 ساعة في 24 ساعة ومتواجدين في الميدان الحمد لله. نعم. اللهم لك الحمد، أشكر سيدي الشيخ حمدان بن محمد، أشكر القيادة العليا في هيئة الصحة بدبي، أعطوني وسام اللي هو بروش، شكرا، ها كان من أجمل الأشياء اللي حصلتها. استاهلين دكتورة. أنا كوني طبيبة الحمد لله، كوني طبيبة ساهمت في فترة الكوفيد، فوق هذا كوني بعد في مجال الجودة ساهمت في كافة إجراءات العمل، ساهمت في التدقيق على إجراءات العمل فيما يختص فترة الكوفيد، الإجراءات الاحترازية والوقائية، البروتوكولات المتبعة، طبعا أمور المطار، أمور المختلفة. فالحمد لله الوسام هذا لم يعني كان فخر بالنسبة لي. دكتورة تستاهلين الحقيقة، يعني كل تستاهلين كل الشكر والتقدير، ونحن أيضا دكتورة فخورين جدا الحقيقة بنوعية الخدمات المتميزة والمبدعة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي بشكل عام، وأيضا في المراكز الرعاية الصحية الأولية. دكتورة ضحى، طبعا نحن للأسف يعني الوقت انتهى، وحديثنا معاك الحقيقة شيق، وثقي تماما بأن هناك الكثير، أنا متأكد أن تحتاج أن إن شاء الله نرتب معاك حلقة ثانية دكتورة، وأيضا ناخذ الخدمات الجميلة المميزة اللي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا دكتورة ضحى العوضي، مسؤولة الجودة بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير. جزاك الله الخير وشكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا دكتورة. مستمعينا الأعزاء، بناخذ معاكم فاصل، وبعد الفاصل عندنا موضوع دوائي والخدمات الطبية إنسانية متواصلة، وبيكون ضيف الحلقة الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا الأعزاء على 6055-1414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا مستمعين الأعزاء، كان لإدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في هيئة الصحة بدبي دورا بارزا في ذروة أزمة كورونا كوفيد-19 العالمية، وفي ذروة أيضا مكافحة هذا المرض، وضربت هيئة الصحة بدبي ممثلة في إدارة الصيدلة مثالا رائعا في التعامل مع الأزمة وبالتخطيط الفائق للمخزون الاستراتيجي من الدواء، سواء أدوية المرضى المتعاملين مع الهيئة بشكل عام أو مرضى كورونا على وجه التحديد، إضافة إلى الأدوار الطبية والإنسانية التي قامت بها إدارة الصيدلة، وفي مقدمتها خدمة التوصيل الدواء للمرضى في منازلهم في جميع أنحاء الدولة بالمجان. للحديث مستمعينا الأعزاء عن هذا الموضوع، يشرفنا ويسعدنا أن يكون معنا اليوم الدكتور علي سيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي. دكتور علي صباح الخير. صباح الخير أخوي عبد الله. الله يحييك دكتور، نحن دائما سعيدين جدا باستضافتك، ونبارك لك الحقيقة على المجهود الكبير وأيضا المبادرات الجميلة اللي دائما تتحف وتسعد متعاملين هيئة الصحة بدبي. دكتور، لو تحدثنا في البداية وبإيجاز عن طبيعة الخدمات التي توفرها الهيئة ممثلة في إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية. أول شيء طبعا أخي عبد الله مشكور على طبعا المقدمة الممتازة والجميلة جدا. عفوا دكتور. نتكلم معاكم وشرف لنا نتكلم معاكم.
طبعا أول شيء إحنا وجدنا لخدمة المجتمع، خدمة الوطن وخدمة الجمهور وخدمة مواطن. الهيئة الحمد لله وطبعا كانت بقيادة معالي المدير عام فهد قطامي، يعني كان يشرف علينا إحنا، والسبورت ماله والدعم لا محدود هو اللي خلى النجاح هذا يعني طبعا يكون بارد. صحيح. إحنا طبعا إذا تصدى في بداية كورونا طبعا وفرنا مخزون كافي في الهيئة. المخزون مش كان بس يعني إنه يعني توفير أدوية، لا، أدوية كلها، أدوية الأمراض الحادة والأمراض المزمنة كانت. رفعنا المخزون مالنا من شهرين أربع شهور إلى حوالي 12 شهر. الحمد لله هذه طبعا جعلت الهيئة يعني تتعامل مع المرض مع مرضها بكل سلاسة وبكل هدوء وبكل يعني أريحية. الأدوية اللي طبعا ما كانت تنقص عن مرضى، أي دواء ما كان ينقص عنهم أي شيء، كل أدويتهم توصل لهم. أول شيء كانت طبعا بجودة عالية، الأدوية الجودة مش إحنا اخترنا أدوية مثلا هذا، أو مثلا حاولنا خلصت عنا أدوية وجبنا أدوية مثلا شيء جنيسة أو شيء أو ضعيفة المفعول، لا، إحنا الحمد لله كانت اختياراتنا كل أدوية الممتازة والأدوية ذات الجودة العالية وكانت كميات كافية. الهيئة طبعا بمثابة إذا شو قمنا أن إحنا وصل الأدوية الدواء إذا المرضى مش بس المرضى اللي هم المواطنين فقط، بل لا، المواطنين والمقيمين في الدولة وكل في كل إمارات الدولة وصلناهم سواء في دبي أو في الإمارات الأخرى تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفرنا لهم كل الأدوية وبكميات كافية وبجودة عالية وفي وقت يعني سريع جدا قياسي في خلال 24 ساعة كانوا يأخذهم الدواء. هذا الشيء الأول طبعا، وكان دائما يقف على هذه المعلومات المدير العام ويسأل عنها زين، وكان دائما يعني يشوف على هذه الأشياء. هذا الشيء الأولاني. الشيء الثاني إنه طبعا هي مش بس وفرت طبعا الخدمة كاملة للناس وكانت هدفها إنه تحمي المجتمع. صحيح. من أي 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 مرض، من تحميه هذا من أي عناء، تحميه من أي انتقال لفيروس الكورونا من شخص آخر، وأيضا طبعا صعوبة الانتقال لأن كان الناس قاعدة في بيوتها. الشيء الثاني إن الهيئة طبعا مش بس التزمت بوصفاتها، بس لا، كنا التزمنا بالوصفات حتى اللي هي طبيب كل مواطن وصلنا كل أدوية لهم. الحمد لله وصلنا في ذروتنا إحنا 700 وصفة في اليوم أيام، الحين إحنا وصلنا رجعنا طبعا إلى 450 وصفة في اليوم. الحمد لله يعني الناس كلها بدأت تأخذ أدويتها، وحتى إحنا شفنا بعض الناس اللي أخذت الحين بدأت تأخذ مرة ثانية، يعني الحمد لله شافت إن الموضوع جيد جدا ناجح. وهذا والهيئة شيء ثاني إن هي أصبحت هي بنش مارك للهيئات الثانية بالناس الثانية، بدأوا الناس هم يبغون يسوون نفس الشيء. يعني انطلقت جهات أخرى سواء خاصة أو حكومية تطبيق نفس النظام، هذا معناته ان الهيئة نجحت في هذا الشيء نجاح باهر. نعم. هذا الشيء هو شيء ثاني، الهيئة وفرت أدوية الكوفيد الكورونا مش للهيئة فقط، بل غطت دبي كلها، غطت القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ما حسوا الناس بأي نقص في دواء الكوفيد. صحيح. كانت كل الأدوية متواجدة للقطاع الخاص وللقطاع الحكومي، بل بعض الأدوية للكوفيد كانت تعطى مجانا للقطاع الخاص زين، يعني عطيناهم أدوية مجانا للكوفيد كانت غالية جدا. هذا كله طبعا اعتماد مع المدير العام، وكان يعني كانت همها أنها تقضي على المرض هذا، تقضي على العدوى، تقضي على الفيروس، وكانت همها تحمي المجتمع وتعالج المصابين. صحيح. فالهيئة الحمد لله نجحت بنجاح باهر، وكانت طبعا شيء مهم جدا ان احنا كان شيء بشكل ديناميكي، لان الادويه بعض الادويه كان في حاجه يعني ماسه اليها، ادويه اللي هي التخدير وادويه مراخ العضلات. الحمد لله الهيئه ما عانت من يعني عدم وجودها او نقصها، بل بالعكس الشيء الديناميكي ان الهيئه كانت طلبياتها متواجده ومخزونها متواجد يكفي وغطي الازمه. والحمد لله والحين الهيئه الحمد لله ما زلنا يعني قادرين ان احنا نغطي الى نهايه السنه وحتى الى ما بعدها. صحيح. نغطي بشكل نفس المستوى ونفس الجوده ونفس لها السرعه، وان شاء الله بعد حتى ننطلق انطلاقات ثانيه، وان شاء الله من نجاح هذه
المبادرات اللي احنا قامت بها الهيئة، ان شاء الله في مبادرات ثانيه ان شاء الله جايه في الطريق، كلها لخدمه المجتمع، خدمه الجمهور، اسعاد المجتمع، رفع مستوى الرضا، رفع مستوى الجوده في الخدمات. وإن شاء الله إحنا ماشيين في هذا الطريق لخدمة مجتمعنا، خدمة وطننا، خدمة بلادنا. نعم دكتور علي، طبعا مثل ما تفضلت بأنكم دائما يعني تسعون إلى سعادة متعاملين هيئة الصحة بدبي من خلال مبادراتكم المبتكرة، من خلال مبادراتكم المميزة. الحقيقة دكتور أحب أسمع منك أكثر عن موضوع مبادرة دوائي، يعني مبادرة دوائي اللي سمعنا نحن في البداية أن تم إطلاقها من قبل يعني الإدارة العليا بهيئة الصحة بدبي على أساس أنها تكون مبادرة على مراحل، مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة، قد تكون مرحلة رابعة مستقبلية في تطوير المبادرة هاي، ولكن أنتم قررتم يعني بالتوسعة في نطاق الخدمة هاي في ظل الظروف العالمية الصعبة بتوفير أو يعني تطوير هاي الخدمة من يعني أربع مراحل قد تكون إلى يومين، وطلع القرار بأن يعني تم توسعة تقديم الخدمات هاي لإمارة دبي، وخلال أيام تم أيضا اتخذتم قرار بتوصيل الأدوية للإمارات الأخرى. حابين نسمع منك دكتور هاي القرارات الحقيقة اللي كانت يعني هدفها يعني حماية أفراد المجتمع، الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وأيضا سعادتهم. صحيح صحيح، شكرا أخذنا على السؤال هذا. نوضح أن هيئة الصحة كانت الخطة الموضوع لها أن هي تخدم فقط كبار السن وذوي الهمم. نعم. في البداية هاي في شهر 12 أطلقت 2019 أطلقت المبادرة، كان هدفها هذا، وبعدين أساسنا تنطلق لتوسع في 2020 فقط للمواطنين في دبي، فقط المواطنين في دبي وخدمة اللي عندهم وصفات. لكن أزمة كورونا هي سرعت في الموضوع. في شهر 3 قامت الهيئة في خلال أسبوع تم إطلاق المبادرة، وتم اتخاذ القرار أن لا، يجب أن يكون تكون خدمة بكافة المواطنين والمقيمين على الدولة. كل إنسان عنده وصفة، سواء وصفة في النظام أو وصفة عن طريق طبيب ذكر المواطن، عن طريق التلي ميديسن، اي وصف اي انسان يعني. بل بالعكس بعض الناس ما عندهم وصفات، كنا نساعدهم نطلع لهم وصفات النظام حتى اليوم احنا زين، كلنا كنا نخدمهم. فاطلق قامت طبعا القرار كان بان توسعتها في خلال اسبوع لكل الدوله. نعم، لكل دوله الامارات، كل الامارات في الدوله وبشكل سريع جدا، وايضا لكل كل انسان عنده وصفه سواء مواطن او مقيم، وكل شخص عند سواء وصل عن طريق طبيب المواطن أو وصل بالنظام، فكل الناس ما في أي استثناء. وفعلا في خلال أسبوع في بداية 3 تمت إن طبعا قمنا برفع عدد السيارات توصل إلى كل الجهات سواء في الإمارات وفي دبي، وتم رفع المستوى إلى جميع الأشخاص، ورفع طبعا إلى ما في أي شخص طلب من خدمة. بل بالعكس احنا كنا حتى في بعض الاشخاص احنا كنا نتصل بهم ونقول لهم احنا بنجيب لكم، لا تجون بدون ما هم يتصلون. فالحمد لله كانت مبادرة ايضا بداية من هيئة الصحة ان هي تتصل بالمرضى وتقول لهم خليكم في بيوتكم واحنا نجيب لكم ادوياتكم. صحيح، هذا الشيء الاول. شيء ثاني، احنا الخدمة مالنا مميزة، خدمة الدوائي مميزة في كذا شيء. هي خدمة وحيدة من نوعها في العالم، وهي اصبحت بنش مارك للعالم. وفعلا بدأت بعض الجهات مثل ما قلت أنا جميل أن تتوجه تأخذ نفس الخطة. الخدمة أول شيء هي عبارة عن مش سيارة متنقلة، هي عبارة عن سيارة متنقلة. شيء ثاني، هي سيارة مبردة مش مكيفة، مبردة. ويعني أنت اليوم الدواء مبرد في السيارة، هذا الشيء الأول. أيضا تحتوي على ثلاجات، هذا شيء ثاني. شيء الثالث، السيارة فيها صيدلاني، يطلع الصيدلاني هو يقوم بتوصيل الدواء، مش السعر، صيدلاني هو اللي يقوم بتوصيل السائل، فهو يكون متواجد لرد على أي استفسارات، لإدلاء بأي إرشادات، هو متواجد مع إحنا عبارة عن هي صيدلية متنقلة نوعين، نخلي الشخص يعيش كأنه في مستشفى، يعيش كأنه في جو المستشفى، هو عند البيت. فهي فيها هي حماية، خدمة، جودة عالية، كفاءة، وأيضا نقل سليم حسب المواصفات، وطبعا
كميات من أدوية تكفي لمدة 3 شهور للشخص ولا جودة عالية. نعم دكتور علي السيد، طبعا مثل ما ذكرت بأن المبادرة هاي أخذت صدى الحقيقة يعني محلي، ومثل ما ذكرت صدى عالمي، ومثل ما ذكرت في البداية أن أيضا رفع مستوى يعني سعادة متعاملين هيئة الصحة بدبي. للأسف دكتور أدركنا الوقت، وإن شاء الله بنتحدث بشكل أخوي عبد الله. نعم دكتور، المبادرة هذه أثبتت أن دبي قادرة على أن يعني تحمي وتخدم سكانها ومواطنيها في أي أزمة، في جميع في أزمات الصعبة، وهذه المبادرة أحد المبادرات اللي أثبتت فيها دبي نجاحها عالميا. نعم دكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا دكتور. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أن الحلقة اليوم قدمت لكم المعلومات المفيدة، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. في النهاية أشكر فريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة أحمد سلامة، في الإعداد أستاذ يوسف سعاد، ومخرجنا المتألق دائما أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، وإلى أن نلتقي معكم إن شاء الله غدا في نفس الوقت، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.